أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم في يوم من أيام حظر التجوال الشامل، راح نلتقي بالمواطن ونتحدث عن معاناته وهمومه خلال أيام حظر التجوال الشامل وكذلك يعني الجزئي. لذلك اليوم احنا في منطقة الكرادة يعني بين الناس، نحاول نسأل ونستفسر ونتواصل مع المواطن ونسمع ملاحظاته وشكواه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أمور الحظر وياك؟ شلون ماشي الأمور؟ والله الأمور طبيعية بس داخل المنطقة، الحظر ما ممكن إحنا نقدر نطلع لبرا، نعم. يعني منطقة عن منطقة ما ممكن نتجول بيها، بس داخل المنطقة ممكن نتجول. طالعين تسوقون وهذا هو مسموح. شغلة يعني مو تجوال أو شيء، بس مجرد ناخذ حاجتنا ونرجع للبيت. حاجتنا الضرورية مثلا إذا كنا محتاجين دواء أو محتاجين خضار أو شيء مواد غذائية نقدر إحنا ناخذها نقضي حاجتنا بيها ونرجعها. احنا دا نشوف ارتفاع بالاصابات، بعدد الاصابات، تشخيص الاصابات، نعم. ترى مو كل الان مره رحت لاحد المستشفيات ما احب اذكرها ولا احب اقولها، نعم. رحت على انفلونزا عاديه مال طبيعيه هاي الموسميه ولقيت مسجلون بيها كورونا، يعني مو كل التفاصيل هي 100% مؤكده انه هي اصابه كورونا. نعم، هذا يتبع للتحليل طبعا واخذ المسحه. هو الدكتور ما قرر يعني من اخذ لي فحص او اخذ لي عينه او شيء، بس مجرد قال لي روح اعمل مسحه كورونا، من عملتها مسحه كورونا طلع ما بيها نيجاتيف، بس هو شنو سجلها كورونا، يعني اعتبرت النيجاتيف من ضمن الإصابات أو مو من ضمنها ما أعرف، نعم. يعني سجلوها من ضمن العدد أو مو من ضمن العدد، هذا اللي أنا دوخني. يعني هو يعني تتوقع أكو أخطاء بالأعداد اللي تطلع يعني كمختبرات وموضوع ممكن الفحص؟ ممكن، إيه ممكن، يعني أنا حسب الحالة اللي أنا رحت لها للمستشفى إنه قال لي أنت رشح عندك وعندي يعني مو أعراض كورونا، أنا رحت مو أعراض كورونا. اعتبر الدكتور يمكن مشاها على انه هي كورونا ضافها من ضمن العدد، هل هي هاي يعزلها او يمشيها من ضمن الكورونا ما اعرف والله، تبقى هي والدكتور ومهاره المستشفى انه هل هي الاعداد هاي كلها صحيحه او انه كاذبه ما اعرف، بس تطلع ترى الاعداد تطلع بكثره، اكو اعداد كبيره تصير، نعم ارقام مو طبيعيه، يعني تطلع بال 4000 5، هل هي بحظر التجوال هذا العدد هو ثابت؟ ما دا افتهم يعني هاي الشغله، انا اكون مثلا بشك او يقين مثلا انه هالعدد مثلا 4000 5000 عجبك هذا اليوم باثناء الحظر يطلع هذا العدد، وبالايام الاعتياديه هم دا يطلع نفس العدد، لا تلاحظ استاذ بالايام الاعتياديه دا يطلع نفس العدد وبنفس الكميه، زين ما دا يخفض، ما دا يخفض العدد، يعني 4000 او 5000 العدد نفسه هو كما هو، نعم. جاي ليش بأيام الحظر ما يخف العدد؟ نعم، شكرا لك. شكرا. مرحبا. طبعا راح نبقى مستمرين وراح ننتقل إلى مختبر يعني الصحة المركزية حتى نطرح هاي التساؤلات اللي عند المواطن، فلذلك احنا باقي مستمرين في حلقتنا اليوم، وأيضا راح يكون فيها انتقالة إلى مختبر الصحة المركزية، فخليكم ويانا. الالتزام بحظر التجوال، اليوم بنشوف هو يوم حظر شامل، بس هنا هاي أسواق يعني، فأنت كمواطن شلون تشوف إجراءات الحظر اليوم؟ الحقيقة احنا مع إجراءات الصحية، نعم. المرض كورونا، ونشدد على هذا الأمر أنه يكون التباعد الاجتماعي مهم جدا حتى نحافظ على مواطننا وناسنا وأهلنا، لكن نشوف إجراءات الحظر يعني مو صحيحة 100% إذا كان هو الغرض والغاية منها يعني إيقاف أعداد المصابين بهذا المرض. ده شوف أنت حركة الزوار باقي الأيام اللي ده يصير بيها أكو تجوال، يعني أنه 3 أيام بالأسبوع المرض أو الفيروس ينحصر بذن 3 أيام، أنت راح تعطل حياة الناس وتعطل مصالحهم وتعطل حركة الناس اللي قوتهم يومي، وهذا التشديد على الحظر أنا برأيي ومع رأي الناس اللي هم ناس مضررين من هذا الموضوع. الحقيقة أنا ما أشوف أي فائدة بالنسبة للأعداد اللي تتصاعد، إحنا بنشوف أكو أعداد تتصاعد وأكو مختبرات تطلع، يعني وزارة الصحة تنطيك موقف اليوم يومي، زين هاي الأرقام يعني إحنا نلاحظها بدأت تعبر 5000. حقيقة أشك بهذا الموضوع، انه هاي الاعداد اللي ينطوها الارقام انا اشك فيها،
لغايات او لاخطاء بالاحصاءات. انا واحد من الناس راجع الدكتور وكان عندي تحسس، هو كل سنه يعني في هذا الموعد صار عندي تحسس، فالدكتور اخبرني انه انا مصاب بكورونا. يعني كان خطا تشخيص؟ تشخيص طبعا. يعني ابتسمت للدكتور قلت له عندي تحسس. الوصفه اللي اعطاني اياها كلها ما اخذتها، اخذت دواء التحسس والحمد لله. يعني خلال ايام انا صرت زين الحمد لله، وبنص عائلتي يعني بنص عائلتي واهلي وما صار بيهم شيء. يعني فالارقام اللي قاعد تنطي مو صحيحه، اكو تهويل بالموضوع. ونرجو يعني انه نقلل من هذا الموضوع، لان الناس تعبت، مصالح العالم تهذت. فنتمنى انه خلية الازمه تراعي مصالح الناس وحالتهم معاشيه. راح ننقل كل هاي الملاحظات الى المسؤول ونتمنى انه نلقي الرد عليها. يعني موضوع الارقام الاعداد، موضوع خلية الازمه، وبالنسبه لموضوع الحظر اللي اثر على الناس البسطاء اللي هو قوتهم يومي، فاكيد هاي راح ننقلها الى المسؤول. شكرا، شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ الحمد لله. شلون بدي اشوف الاجراءات مال حظر كورونا بالايام؟ حظر شامل. واقول لك استاذ، كورونا موجوده بس احنا احكي لك العدل وحد يكون صريح، مو كلها ضد الدوله ضد الدوله، احنا ناس مستهزئين بهذا المرض. هسه انت من الناس يمكن ما لابس كمامه. ها انا هي انا كمامتي بجيبي، بس شو اسوي؟ يعني اقول لك بس احنا الحظر دمرنا. يعني ناس على باب الله اصحاب بسطيات، يعني 3 ايام بالاسبوع ترى هواي. يعني انت تقعد 3 ايام تشتغل 4 ايام ترى ماكو شيء، والاربع ايام هم للساعه 8. يعني ماكو، يعني عالم رزقها انقطع، يعني عالم عايش على قوته، هو قوته بيومه. يعني ستسوي الجمعة سبت ستسوي لحد لغي لحد شلبتوا بالأحد. ناس على باب الله عمل نادي سعبانة. يعني انت اقول لك شغلة، هسه يجيك ابو الاجار يرحم يقول لك انا اريد اجاري، شو تقول؟ تقول لك حضر 3 ايام وهذا. يجيك ابو الملك يريد اجاره، يجيك العالم تريد حقوقه، ما يعرف، ما يعرف حضر. يعني تقريبا هو نص الشهر انتوا قاعدين، 12 يوم. رحم الله امك وابوه. اي بس لا اجار يرحم ولا ابو الملك يرحم ولا احد يرحمك ولا ابو السحب يرحمك ولا تريد شيء، صافي ما لهم علاقه. بس المضررين احنا الناس اللي البسطيات اللي عايشين على قوتنا. زين، هاي الارقام هسه احنا نشوف الارقام في تصاعد، وصلنا لل 5000 ويمكن ده تزايد الاعداد. الفحوصات والمختبرات دا تشتغل ودا تشخص يعني الموجبه منها، الحالات الموجبه. فاحنا هذا التزايد شنو سببه برايك انت كمواطن؟ مثل ما قلت بالبدايه يمكن استهزاء المواطن، هي مستهزئين بالكمامه. الارقام مش تعتبرها حقيقيه؟ الارقام اكو شك بيها، اكو شك بالموضوع، لان هي الدوله ترى الدوله ما عمرها ما حبت المواطن بهاي الدوله. خلي الواحد يكون صريح، عمرها يعني كل شيء واقع براس الفقير، كل شيء واقع براس المواطن. هاي الارقام هم عندهم حصه ويا الصحه العالميه وعندهم الانسب، هاي ما نفتهم احنا، احنا ما نعرف هاي، الناس نجهلها. نعم، هذا رايك كمواطن احنا نسمعه. شكرا لك. لا حبيبي شكرا. يعني احنا نسمع اراء المواطنين في كل وقت، راي المواطن مهما كان مختلف احنا نسمعه، لكن بالمقابل احنا ما نكتفي به وننتقل الى المسؤول والجهه الرسميه. راح نلتقي اليوم ايضا بوزير الصحه ونتحدث عن هذه التفاصيل، وايضا نتحدث من مختبر الصحه المركزيه عن تفاصيل عمل هذا المختبر والارقام اللي تطلع من المختبر بالحصيله اليوميه. لذلك اليوم احنا حلقتنا راح تكون مختلفه بين المواطن وبين المسؤول. خليه الازمه مستمره في موضوع حظر التجوال، ربما يمدد حسب الحالات وحسب الاعداد، لذلك خليكم ويانا. اليوم احنا في حلقة جديدة من بلا عنوان في مختبر الصحة المركزي. هذه الحلقة راح نطلع على عمل هذا المختبر وشنو الإجراءات اللي تتم من خلاله إصدار المواقف اليومية لموضوع وباء كورونا. وأيضا راح نلتقي بالسيد الوزير، معالي السيد وزير الصحة، أيضا في هذا المختبر حتى نتحدث عن العمل اللي يتم خلال هذا المختبر المركزي اللي يجمع يمكن الإحصائيات من المستشفيات أو المختبرات الأخرى بخصوص كوفيد 19 وتصدر عندنا يعني الحصيلة اليومية. راح نتعرف على السيد مدير المختبر الأستاذ الدكتور محمد. السلام عليكم دكتور. عليكم. عرف المشاهد أولا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور محمد، مدير مختبر الصحة العامة المركزي. نعم دكتور، هذا المختبر هو المختبر المركزي اللي من خلاله يمكن احنا نجمع الاحصائيه اليوميه. تجيكم من بغداد، من محافظات، شنو الترتيب اللي عندكم بالشغل؟ يعني والله احنا بالحقيقه برعايه مباشره من معالي وزير الصحه الدكتور حسن التميمي،
وبإسناد مباشر طبعا من الوكيل سيد الوكيل الإداري الدكتور هاني موسى بدر، إشراف مباشر طبعا ليل نهار من قبل مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، ممنونين طبعا من عندهم كلهم بشكل مباشر ديسندونا. مختبر الصحة المركزي من المختبرات طبعا الأساسية والرئيسية الموجودة في وزارة الصحة في العراق، من المختبرات اللي أول ما شخص فيروس كورونا وبداها بأعداد قليلة طبعا، وبدينا نصعد إلى يعني عدد كلي تقريبا وصلنا تقريبا 2000 فحص يومي أو أكثر. الحالي إيش قد الحالي؟ الحالي يعني دا يوصل بين 1500 و2000 تقريبا. نعم. احنا عندنا يعني زين مصادر اللي تجمعون من عندها المسحات او تجيكم النتائج من محافظات ولا بس بغداد؟ والله احنا اكثر شيء يعني نشتغل من محافظه بغداد والمحافظات، وعاده نكون ساندين لبعض المختبرات اللي يصير بها تلكؤ، واحنا همنا بنفس الوقت نبدي يعني عندنا زيارات ميدانيه لكل المحافظات، المختبرات بمحافظات وبغداد اللي نشوفها اكو تلكؤ بالعمل، لانه احنا واضعين طبعا اكو عندنا برنامج سيطره نوعيه وضعناه هنا طبعا، هذا مسؤول على العمل مال كل المختبرات بالعراق من بغداد ومحافظات. مختبر هذا من المختبرات اللي شخص السلاله الجديده طبعا عن طريقنا، وبدينا بعدد طبعا مختلفه عن العمل مال للفيروس الرئيسي وباجهزه حديثه ومتطوره، وقدرنا طبعا احنا المختبر الوحيد اللي موجود ايضا اتصاله مباشر بمنظمه الصحه العالميه، تردفنا بالاجهزه والعدد اللي نحتاجها واللي هي مهمه في عملنا. زين انا عندي سؤال هنا، المختبرات اللي تستقبلون من عندها المسحات تجيكم مسحات يتم تحليلها هنا داخل المختبر، لو كل مختبر حاليا عندكم ممكن ينطي النتائج بصوره مباشره؟ لا هو كل احنا عندنا سب كل يعني بكل محافظه اكو مختبر تابع لدائرة الصحة العامة، هذا المختبر يعني يقدر يشتغل ويعطي نتيجة. احنا بالنسبة لنا احنا تقريبا شغلنا المفروض يعني هو يكون شغل ساند للكل، ونضع الامور الرئيسية مثل برامج السيطرة النوعية. طبعا هسه بدينا ان شاء الله رح نبدي تأهيل خلال الايام القريبة كلش بفتح وتأهيل مختبرات الجين سيكونس اللي هو التسلسل الجيني. طبعا هذا احنا كنا يعني الحد هسه انه اذا شاكين في عينه معينه لها اندزها الى خارج العراق في مختبرات خارج العراق عن طريق منظمه الصحه العالميه. طبعا هسه ان شاء الله رح نبدي نعمل هذا كله هنا، وبعد ما نحتاج انه تطلع عينات الى خارج القطر. اذا خلينا نكون مع حضرتك ونطلع على مرافق هذا المركز ونشوف شنو اللي ممكن تعرف المشاهد به حضرتك. خليك ميانا، خلينا نتوجه الى المختبر اللي يتم به العمل حاليا. نعم. لفحص فيروس كورونا طبعا. نعم. وعندنا مختبر ثاني فوق هو للسيطره النوعيه مال الفيروس. نعم. وكذلك الامور اللي هي سانده للفحوص ان شاء الله. عدا فحص كورونا شنو الفحوصات اللي مختبركم يقوم بها يعني؟ والله مختبر الصحة العامة المركزي يجري به مختبر يعني عندنا مختبرات لفحص الغذاء وفحص المياه، كذلك عندنا الفيرولوجي. تفضل. نعم. عندنا الفيرولوجي، عندنا شلل الأطفال، عندنا الإنفلونزا، عندنا الحمى النسفية، عندنا الكبد والإيدز. نعم. وهي كلها مختبرات تقريبا 12 شعبة موجودة هنا، 13 شعبة. فكلها تتم بشكل مباشر ومن عندنا طبعا، واحنا نعمل تقريبا ليل ونهار. انا حضرتي انا مواكب 24 ساعه تقريبا. نعم. بس المواطن انت يمكن ما عندك هنا استقبال مواطن يجروا له التحاليل؟ لا ما عندكم استقبال مواطنين يجروا له التحاليل كمرضى او شيء، ولا تجيكم المستشفى؟ لا مو احنا طبعا تعرف انت مشاكل العينات والمسحات هي مشاكل هواي طبعا. فانا كلش حريص على ان كل في تي ام هو مباشر بيدي طبعا يعني من عندنا الاداره، واذا عندنا طبعا ما نسمح يجينا شخص جايب لي عينه ويقول لي هاي افحص لي اياها، لانه احنا نشك في يعني وضعها وصدورها. ولهذا نعمل انه اكو عندنا مختبرات رئيسيه، احنا العفو دوائر رئيسيه في بغداد والمحافظات عن طريق كتاب طبعا رسمي يجي ونرجع لهم اياه بكتاب رسمي. زين اكو سؤال هنا دائما انه ممكن انه تصير اخطاء في موضوع
الاسماء والعينات والنتائج؟ نحاول اذا الله اراد. كم نسبه الخطا ممكن؟ يعني لحد الان من استلمت انا تقريبا صار 9 اشهر لحد الان ما صار عندنا خطا. نعم. ليش؟ في هذا الموضوع. نعم في هذا الموضوع، موضوع جدا مهم. يعني احتمال يظهر اسمين، يظهر اسمين بوزيتيف نيجاتيف. هذا طبعا هذا احنا ما نقبل فيه. نعم. واحنا ولهذا احنا 24 ساعه هنا. نعم يحتاج يعني الاسماء. يحتاج دقه، في دقه عاليه جدا. نعم. وطبعا احنا ماشيين بسيستم. نعم. كود نمبر. نعم. الكود مالتنا ما يقبل غلط، يعني رقم 6677. نعم. ولهذا تعال هنا دكتور الزحمه. احنا نعم. احنا نحاول نحاول جاهدين انه اقل نسبه خطا تكون موجوده عندنا. نعم. هسه هنا شنو هاي العينات، منين، شنو وضعها؟ طبعا هنا تجي احنا عندنا هنا المركز اكو منطقه السلام. نعم. السلام النماذج، السلام النماذج تدخل عن طريق برنامج كود اسمي يشوفه. نعم. وبعدين تجينا هاي العينات اسمها وكتابها ومين جايه، تدخل الى طبعا هي الادخال هناك، وبعدين تجي العينات الى الاكستراكشن اللي هي واحدة من الخطوات الستيبز اللي موجودة بالفحص مالتنا، هي اكستراكشن بعدين بي سي ار تخضع، فتكمل الاكستراكشن وبعدين تطي الى جهة البي سي ار، ومن تطلع الكودات مالتهم النمبر حتروح الى جهة الاخراج. جهة الاخراج حتحرر الارقام ونفس الكتاب اللي دخل نفسه اللي حيبدي يطلع، والاسماء مالتنا تقريبا اسم اللي حيكون متابع. هاي العملية شقد تستمر كوقت، يومين؟ والله احنا قبل ما استلم اني كانت توصل حدود يعني 4 أيام 5 أيام 6 أيام كانت. هذا كثير. يعني حقيقة يعني مرد احنا الإدارة والمنتسبين اللي ملتفين حول الإدارة قدرنا نعمل بشكل عالي، وقدرت أحقق أنه أنطي النماذج والنتائج بنفس اليوم إن شاء الله. فهسه احنا النماذج تجينا، إذا تجينا مثلا الصبح يعني بالعشرة بالدعش، وحتى لو نوصل حد الساعة بالثنتين نقدر نطلعها بالليل ونعطيهم نتائج نعبرها ونعطي موقف فيها. تنجز في نفس اليوم. هاي المرحلة حالياً شنو؟ إذا المشاهد يسأل يعني. نعم. حالياً هاي المرحلة؟ هاي مرحلة الاكستراكشن. نعم. اللي هي شنو؟ يعني الاستخلاص. نعم. استخلاص الفيروس. فهنا طبعاً لازم تكون بنظافة عالية، بتقنية عالية، استراليزيشن عالي، ماشي؟ نعم. وهذا يبدي يستخلص، وطبعاً عندنا احنا مثل ما قلنا اكو عندنا مانوال اللي هو يدوي، وعندنا أجهزة اللي هسه احنا تقريباً كلها على الأجهزة. هذا مين جاي برعاية معالي الوزير والوكيل. نعم. الإداري الدكتور هاني والدكتور. نعم. رياض الحلف مدير عام دائرة الصحة العام، حقيقة كلهم مشتركين بإسنادنا وعملنا، وإن شاء الله ماكو قصور من أي جهة، ولهذا نعمل ليل نهار من أجل هذا الشيء إن شاء الله. كعدد عينات هاي اللي شقد توصلكم باليوم كمعدل، يعني أكيد مختلفة من يوم إلى يوم. والله 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 هي إحنا كنا نعمل، قلت لك بداية وصلنا اعلى 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 حمل تقريبا اعلى لود هو وصلنا 2000، وصلنا هنا حتى وصلنا 4000 و5000، بس هي مو مستمره يعني احنا نعم وصلنا. طبعا هذا كله احنا منسقين، خالين كادر صحيح عليه، ما يصير خلل عندنا، اجهزه عندنا بمكان الاثنين جايبين 4، فهذا كله طبعا يسهل العمل. بمكان المانوال جبنا كله اوتوميتد، بحيث الجهاز يطلع لك اياه خلال ساعه، بالمانوال جزء يطلع لنا العينات خلال 4 ساعات. فهي العمليه تقريبا كلها حتى تكون من الادخال الى الاخراج اعطاء العينه، اذا مباشر راسا بدون تسلسل بدون كذا يحتاج لنا فد 8 ساعات. احنا تقريبا نحاول نستغل هذه 8 ساعات بشكل كامل، والموظف عندنا بشكل كامل ده يشتغل بدون يعني حتى ريست، وبالتالي نحقق انه نعطي النموذج والنتيجة مالته بنفس اليوم. زين تكنيكال يعني إيش قد يعني تستغرق العملية فقط موضوع الفحص العينة نقلها وفحصها داخل الأجهزة؟ إحنا كهاي العملية فقط إيش قد تأخذ وقت؟ قلت لك العينة توصل للإدخال. نعم. الإدخال حسب هاي الأمور الإدارية يعني. إيه هاي كلها يعني ما تأخذ وقت. ما تأخذ وقت. إحنا بالنسبة إن إذا تعمل صحيح ما تأخذ وقت. نعم. زين اليوم يمكن أكو سؤال بالنسبة للي مطلوب من عندهم فحص قبل السفر. نعم. اللي هو عن طريق المستشفيات الحكومية اللي موجودة فروعكم فيها، فمين تستلمون حاليا هذا الموضوع، وهل له سرعة يعني أولوية بسرعة الموضوع هذا؟ شوف احنا مختبرنا من المختبرات اللي هي رئيسية، المفروض تكون أول من تعمل بهذا الموضوع، بس احنا لحد الآن حقيقة لسبب أو لآخر عندنا بيرميشن، يعني ماخذين موافقات كاملة انه نعمل للسفر. نعم.
بس احنا لحد الان نعم. ما مشتغلين للسفر نعم. ماشي يبقى بس الامور الاخرى بس احنا بصوره عامه هسه حاليا ده نبدي ان شاء الله نبدي بهذا الموضوع ان شاء الله وان شاء الله يكون نعم. من الامور اللي هي مهمه عندنا طبعا هو هذا اهم شيء بهاي النقطه يعني موضوع السفر السرعه بالانجاز هذا اللي مطلوب بالنسبه للمواطن اللي يعني يستعد للسفر فيحتاج انه ياخذ هذه الوثيقه والله يعني دا اقول لك احنا بالنسبه ان المواطن العادي ما له علاقه حتى بالسفر اقصد يعني المستشفيات اللي بالضبط هو انت يعني انت اكو طبعا اكو شغلات مهمه وصول العينه يعني احنا نوبات توصل العينه هي جايه مثلا للمستشفى او للمستوصف قبل يومين حتى توصل لك الجزء انت تطلع بنفس اليوم بس هي محسوبه عليك 3 ايام انه طلعت النتيجه وهي طبعا غلط ولهذا احنا النوبات نكتب بالكتاب نقول العينه استلمت بهالتاريخ حتى نقدر توقيت ايضا توقيت زين انا اريد اشوف عينات من عندكم دا يتم فحصها ونشوف نيجاتيف او بوزيتيف عندك شيء جاهز ست بشرى اي حس احنا نتحول هنا ماكو طبعا بالبي سي ار نعم طيب. ال- 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 الخطوه اللي قبل الاخيره قبل نعم. اخراج النتائج نعم بس شويه دكتور هي نعم. عمليه من دكتور من هذا الجانب منا راح نطلع منا وطب الغرفة نعم نعم هاي الغرفة ست بشرة عيني شوف إن هنا طبعا يجري وراء الخطوة هاي مال الاكستراكشن اللي هو الاستخلاص نعم. نعم. نبدي البي سي ار طبعا البي سي ار هو تقنية طبعا نعم. لفحص فحص ما استخلص من نعم. الفيروس نعم. وطبعا عندنا هنا أجهزة حديثة ومتطورة بهالموضوع هذا وأكثر من جهاز طبعا حتى ليكون عندنا لود تقريبا واصلين يعني 4 أجهزة خالين بهالهذا وإحنا الجهاز تقريبا يعني طلع لنا نتائج طبعا كل 96 patient نعم. يعني كل 96 حالة مصابة وحالة مشتبه فيها نعم. لها يطلع لناها ببليتة وطبعا هاي تستغرق حدود الساعتين يعني بين الساعة 9:30 إلى ساعتين 96 عينة الطب الرن خلال ساعتين احنا يعني جبنا 4 أجهزة هسه نعم. حتى نقدر خلال رن واحد نمشي 400 ممتاز نعم. زين خلينا نسأل الست هنا حضرتك مسؤولة عن موضوع يمكن نتائج البي سي ار النهائية نعم زين بالنسبة للنسب الأعداد اليوم اللي دا نشوفها ايش قد نسبة البوزيتيف والنيجاتيف اللي يجيك بشكل تقريبي يعني تقريبا هسه بدات تزيد النماذج يعني الحالات الموجبة بدات تزيد عن سابق يعني تقريبا 50 إلى 45 إلى 50% تقريبا زين هذا شلون انتم يطلع عندكم النتائج يعني هسه انا اشوف قدامي هذه كلها عبارة عن قراءات نعم. اذا تشوف ان سامبل رقم 1 يطلع سارس كوفيد اللي نعم. هو يؤكد انه هو مصاب وبنفس الوقت نقرا الرن عن طريق الجراف هذا السامبل نعم هاي عينه واحده هاي عينه واحده طبعا مثل ما قال الدكتور 96 عينه تمشي بالرن الواحد زين اريد عشوائيا تدخلينا على اي عينه ونشوف يعني النتائج واحد من الشباب هذه نيجاتيف يكون هذا البياني الخط البياني نعم. يكون الكنترول واضح اللي هو الاي سي مال النموذج نعم. واضح يعني فقط بينما بالبوزيتيف اذا حضرتك لاحظت اكو جينين موجوده نعم اللي هو السارس كوفيد والاي جين اللي يثبت انه هو مصاب كوفيد نعم هذه طبعا النتائج ما تقبل خطا يمكن ان شاء الله يعني 100% تكون مضبوطه مو الدكتور احسن من عندي نعم. احنا خاضعين يعني السيطره النوعيه الخارجيه نعم. ويا منظمه الصحه العالميه واخذوا التفوق مع السيد معالي وزير الصحة اليوم متواجدين في مختبر الصحة العامة المركزي واللي يتم من خلاله تشخيص موضوع فيروس كورونا وكل يعني الاختبارات المفروض توصل إلى هنا مو دكتور يعني المفروض كل اللي بالعراق توصل إلى هنا المركزي يعتبر لا هو هذا مختبر الصحة العامة طبعا هذا أول مختبر شخص الكوفيد 19 في شهر شباط 2020 وكان المختبر الوحيد جهازين فقط الآن أصبح العراق عنده 70 مختبر متخصص بتشخيص الكوفيد 19 وأكثر من 218 جهاز حقيقة بي سي آر لإجراء الفحوصات ولذلك كنا هنا تقريبا يوميا نفحص 300-400 فحص أصبح العراق تقريبا يشخص أكثر من 50,000 فحص وهي طفرة نوعية خلال سنة تضيف هذه القدرة التشخيصية للكوفيد 19
طبعا هذا المختبر من المختبرات الأساسية بالعراق والمختبر المرجعي لكل الأمراض الانتقالية. احنا اليوم طلعنا على واقع تأهيل وإعادة تأهيل هذا المختبر وإضافة أقسام جديدة فيما يخص الغذاء، فيما يخص بعض الأوساط الزرعية، فيما يخص الحمى النسفية، بالإضافة إلى إدخال مختبرات متخصصة في تحديد السلالات الجديدة للكوفيد 19. وهذا المختبر أيضا في شهر شباط أول من شخص تحور السلالة الجديدة بالنسبة إلى الكوفيد 19. هذا المختبر طبعا عدد الفحوصات اللي يجريها يوميا بين 2000 إلى 3000 فحص، طبعا يستلم من المناطق القريبة، بالإضافة إلى الفحوصات الموجبة من المحافظات أيضا حتى يحدد السلالة الجديدة. طبعا فتحنا مختبرات صحة عامة تابعة لأقسام الصحة العامة في كل محافظات العراق، ولدينا مثلا فتحنا بالموصل بالبصرة في كل محافظات العراق، وأصبحت مثل ما ذكرنا 70 مختبر. هذا المختبر يعتبر مرجعي لبعض الأمراض الانتقالية، ولدي أيضا تواصل حقيقة مع CDC اللي هو مركز الأمراض الانتقالية بالعالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعمل بإشراف منظمة الصحة العالمية وتدقق نتائجه من قبل منظمة الصحة العالمية. زيارتنا اليوم أولا ل إضافة تقنيات جديدة، إضافة أجهزة جديدة قسم عدها وصلت هذه الأجهزة، وأيضا حقيقة أشدنا بجهود العاملين والكادر المتقدم اللي صار لأكثر من سنة يعمل بجد واجتهاد، وطبعا أغلب أطباء والملاكات التقنية التمريضية تدربت في هذا المكان، ولذلك الحمد لله والشكر استطعنا أن ننجز 70 مختبر في مختلف أنحاء العراق. دكتور، أكو سؤال اليوم المواطن يسأل أنه هذه السلالة الجديدة يتم اكتشافها بنفس أجهزة المختبرات اللي موجودة أصلاً أوردي عندنا، لو يحتاج تطوير وتحديث؟ لا لحقا حدثناها، طبعاً هي الكتات المستخدمة لتحديد السلالة الجديدة هي كتات تختلف عن الكوفيد 19، وأيضاً أجهزة السيكونسر المستخدمة، وهذه الأجهزة دخلت للعراق ودخلنا التخصصات ودربنا ملاكاتنا العاملة، وإن شاء الله أيضاً راح يبدأ التوسع بإدخال مختبرات إضافية في مدينة الطب وباقي المؤسسات الصحية. طيب دكتور، اليوم المواطن دا يشوف أنه الأعداد اللي دا تصدر من وزارة الصحة 5000-4000، هي هذه مو أرقام حقيقية، بمعنى أنه مو الكل اللي مصابين دا توصل مسحاتهم إلى وزارة الصحة، يعني جزء أكو أعداد إحنا مو واصلين لها، فاليوم المختبر دا ينطينا هاي الأعداد هذه اللي تمكننا من فحصهم، البقية شلون؟ لا حقيقة احنا اليوم عندنا البيانات متكاملة عند المصابين، كما تعلم هناك بعض الأشخاص يذهبون للعيادات الخاصة، قسم من عندهم يشخص عن طريق جهاز PCR والقسم الآخر عن طريق المفراس الحلزوني، فالبيانات توصلنا من العيادات الخاصة، وكما تعلم اليوم حتى الأشخاص اللي ما يسوون فحوصات لما تسيء حالته وراح يراجع المؤسسة الصحية. النقطة الثانية المهمة، يعني حقيقة اليوم احنا ندعو المواطن ايضا انه اذا يشعر باي اعراض مباشرة يراجع المؤسسات الصحية لسبب رئيسي، انه اغلب الحالات الوفيات اللي تصير عندنا حقيقة ياتون في المرحلة الاخيرة، يعني ما يطول اكثر من 24 ساعة 36 ساعة بمرحلة متقدمة، مرحلة يعني متقدمة يهمل نفسه، وهي حقيقة مؤشرة عندنا بشكل كبير. اثنين، احنا اليوم عدد الفحوصات اللي نتكلم عنها 40-50 ألف فحص هي حقيقة اما لمراجعين بالمؤسسات الصحية او نحن نقوم بعملية حينما تؤشر اي حالة موجبة، فرقنا الصحية تتجه بشكل مباشر لاخذ المسحات من الملامسين لغرض تأشير اصابتهم بالفيروس او لا. دكتور، اليوم المواطن احنا نلتقي به بالشارع، وخلونا نكون احنا مجساتكم، يعني موضوع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وموضوع حظر التجوال المستمر اذا كان شامل او جزئي اصبح يثقل كاهل المواطن، هل من حلول يعني ناجعة اكثر؟ هل من اجراءات تكون تعايش او ما الى ذلك، واحنا عشنا فترة التعايش؟ لا حقا احنا اليوم العراق يمكن حقق انجاز كبير، كما تعلمون يعني قبل بدء السلالة الجديدة عدد الاصابات في العراق انخفض في حدود 500 أو 600 اصابة. طبعا احنا اليوم اغلب مراكز العزل اليوم تدري وزارة الصحة اعتمدت بالاساس، يعني خاصة سياستنا الجديدة بعد استلمنا مهامنا في شهر مايس من عام 2000 شهر ايار عام 2020 وضعنا خطة، الخطة كانت تعتمد على التوسع بالإمكانيات الموجودة لوزارة الصحة، كما تعلم كنا معتمدين بالأساس على المستشفيات العامة، وحصلت مشكلة كبيرة، المواطن قام يخاف يراجع المؤسسة على اعتبار كورونا، المرأة الحامل تخاف تراجع مراكز الرعاية الاجتماعية، حالات الولادة صارت لدينا مشاكل،
وأيضا ممكن حتى بعض الناس كان يخافا حتى إذا كانت حالة طارئة يصل المستشفى الحكومي. فلذلك توجهنا أنشأنا أكثر من 80 مستشفى، ضفنا أكثر من 70 مختبر، 14,000 سرير، زيدنا الطاقة الخزنية للأكسجين من 292,000 لتر إلى تقريبا 1,000,000 لتر، أنشأنا 47 معمل أكسجين، أضفنا كل الإمكانيات. بعدها احنا كنا كل نتمنى من المواطن هو موضوع الالتزام، موضوع التوصيات. تدري اليوم احنا كوزارة صحة دورنا وقائي علاجي أن ننطي النصيحة ونقدم الخدمات العلاجية. كل الأدوية والمستلزمات الطبية وعدة الوقاية في المستشفيات متوفرة، ما عندنا أي مشاكل بها. ولكن بقت لما ظهرت السلالة الجديدة وحذرنا من السلالة الجديدة وبدأنا بالإجراءات، حقيقة الحظر التجوال لمدة 3 أيام أو نوبات الناس يقول لك إنه شنو الفيروس موجود ما موجود الصبح موجود بس بالليل، لا حقيقة هو عمليا تعرف الشباب والمقاهي والمطاعم والنوادي والمرافق الاجتماعية انتشار المواطنين بدون ارتداء الكمام. الغاية من عمليات الحظر من 8 إلى 5 الصبح أول 3 أيام هو لقطع سلسلة انتشار الفيروس، تقليل الاختلاط يعني. وتقليل الاختلاط، هاي واحد شفناها أنه لما بدأنا الحظر ولا سيما بعد ظهور السلالة الجديدة من خلال مركز الرصد الوبائي قللنا نسبة الإصابات 40%. هذه حقيقة اليوم احنا نشوف ذاك اليوم احنا صارت عندنا زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بكرة الشهادة، نلاحظ المطاعم والأسواق، وأنا أتجول دائما وأقف بالسيطرات وأتكلم مع الناس، يعني حقيقة اليوم تجد هناك بعض الأصوات حقيقة اللي هي سببت ارباك للمواطن، يظهر بالفضائيات ويتكلم عن لا تلبس الكمامة، وللأسف قسم أطباء قسم غير متخصصين، وللأسف أنه يمكن قبل كم يوم خسرنا حياة قسم من عدهم لأنه كان يدعون لا يوجد هذا الفيروس ولا يوجد انتشار ولا توجد هكذا أعراض وهذه الأدوية المستخدمة مو صحيحة، وبدأوا يطعنون باللقاحات. اليوم هي حرب وبائية، هاي الحرب الوبائية الطريقة الوحيدة للالتزام بها ولبس الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات. نلاحظ اليوم احنا ما عندنا مشكلة رب العمل اليوم سواء في المطعم أو في الأسواق أو في المولات إذا كان يرتدي الكمام ويلتزم بتعليمات وزارة الصحة خلي حتى العامل اللي يقوم عمله ما عندنا أي مشكلة. تكون ثقافة هي. ولكن للأسف الشديد تلاحظون اليوم أنه السيارات المايكروباص قاعدين 14 راكب يمكن بس واحد لابس كمامة، تدخل للمحلات يعني ما تشوفكم كمامة. الأسواق الشعبية. الأسواق الشعبية. يعني أمانة أنا البارحة كنت في جولة في أحد مناطق بغداد البعيدة، يعني لاحظت أنه تنفيذ جيد لحظر التجوال. للأسف الشديد أيضا يعني اليوم أنت حتى الأجهزة الأمنية يعني بالسيطرات يحاسب على الكمامة وهو لا يرتدي الكمامة. لاحظنا هذا. هذه حقيقة النقطة يعني يجب التركيز عليها. أما إحنا اليوم ما نريد يعني تدري اليوم هي مو مسؤولية وزارة الصحة، يعني هي الموضوع المعيشة والاقتصاد. إحنا اليوم ما يهمنا الأمن الصحي وسلامة المواطن. التزام المواطن بتعليمات الصحية هو الطريقة الوحيدة لقطع سلسلة انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه. نتوقع تمديد لحظر التجوال. يعني إحنا كوزارة صحة اليوم أمامنا تحديات، امتحان الطلبة النص السنة اللي ندرسه أيضا مع وزارة التربية، عندنا تحدي كبير حقيقة الدراسات العليا، تحدي كبير أيضا بالنسبة إلى طلبة الكليات أكثر من 10 مليون 11 مليون طالب. التحدي الأكبر حقيقة إحنا اليوم نعاني مع المواطن، المواطن اليوم يريد أن يوفر لقمة العيش لعائلته، ونحن مع هذا الموضوع. يعني ما نأمل اليوم المواطن اللي يشوف أنه يخسر أبوه ويخسر أمه ويخسر أخوه، يعني خلي يعني يشعر بمدى خطورة هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس. اليوم احنا يمكن طالعين وحارقين أعصابنا وملاكاتنا تفتر وفرقنا تفتر، هي مو الغاية نريد نأثر على المواطن، احنا نريد نحفظ سلامته ونحفظ أمنه. في كل دول العالم اليوم، في ألمانيا أكو حظر كامل، في تركيا، في الأردن، في الكويت، في لبنان، كل دول العالم تلاحظ اليوم أكو إجراءات وقائية، إجراءات صعبة. اليوم دي نشوف أنه المطارات متوقفة، اليوم دي نشوف أنه صعبة تحصل فيزا إلى روسيا، صعبة تحصل فيزا إلى بعض الدول. طبعا هذا كله سبب هالفيروس، الناس اللي تحافظ على أمنها الصحي. ليش إحنا اليوم دي نعاند مع هذا الفيروس يوميا، دي ننطي وفيات، دي ننطي إصابات شديدة نتيجة لعدم الالتزام. سؤال أخير وما داخل من وقت حضرتك، أكيد مشغول حضرتك، موضوع اللقاح وين وصلنا به؟ الأعداد اللي وصلت، الناس اللي أخذت إيش صار وياهم؟ يعني كما تعلم وزارة الصحة من أول الوزارات في دول العالم اللي تواصلت مع مرفق كوفاكس اللي هو أول مرفق تأسس، واللي هذا حقيقة اليوم هناك صراع على اللقاحات، وعدم عدالة بتوزيع اللقاحات عالمياً. عالمياً نعم عالمياً، يعني أكو مشاكل كبيرة.
احنا اليوم اذا تيجي احنا مثل قبل 4 أشهر دافعين 170 مليون دولار لمرفق كوفاكس عن طريق وزارة المالية وبشكل مباشر. العراق البلد الوحيد اللي اتخذ قرار انه التعامل يكون حكومي مباشر ما بين وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع الشركات المصنعة مع مرفق كوفاكس. طبعا هذه الكمية المفروض كانت توصل يوم 15/2 صار تأجيل على المفروض هذا الأسبوع توصل إن شاء الله اللي هي 16 مليون جرعة. فايزر كما تعلمون كملنا الإجراءات ولكن فايزر طلبت أنه يجب أن يشرع قانون اللي هو الحصانة واستحداث صندوق وأيضا شرع القانون وننتظر نشر بالوقائع العراقية إن شاء الله خلال بكرة وبعد بكرة ينشر في الوقائع العراقية. فيما يخص سينوفارم تعلمون الصين دزت أول وجبة للعراق. طبعا كثر الكلام عن التبرعات والهدية طبعا شكرنا وتقديرنا للصين حكومة وشعبا. هي طبعا أعطت لكل الدول قسم من الدول دخلت تجارب سريرية تقريبا الـ الإمارات العربية المتحدة تلاحظ أنه هي 35% من عدد اللي حصلوا على اللقاح من ضمن التجارب السريرية. فكان الصين بادرت أن ترسل 50,000 جرعة إلى العراق. بدأنا بهذه الجرعات إلى العاملين في مراكز كورونا منتسبي وزارة الصحة. الحمد لله النتائج طيبة. أيضا فتحنا المنصة الإلكترونية للتسجيل. يعني ندعو المواطن عبر قناتكم إلى التوجه إلى هذه المنصة و الآن أصبح المسجلين بها أكثر من 62,000. المواطن الذي يطمن اليوم أكو سايد إفكت أكو ناس لا هو أي دواء أي عقار أي لقاح ممكن أن يكون هناك أعراض جانبية. قد تكون أعراض جانبية تعتمد على الشخص. ممكن صداع بسيط ممكن ما يظهر الصداع ممكن حرارة خفيفة ممكن تعب وإعياء بسيط. ولكن لحد الآن الحمد لله وشكر كل اللي سجلناهم لم يعني الحالات التي استلمت اللقاح وسجلوا بالجرعة الأولى. كما تعلم بعد ما بدينا بالجرعة الثانية. الجرعة الأولى بعد يعني قسم الأسبوع القادم نبدأها إن شاء الله. لا توجد أعراض جانبية. العراق الآن تقريبا استكمل إجراءاته للحصول على 20 مليون جرعة وممكن أن نزيد هذه الأعداد. لقاح فايزر أتوقع أنه إذا وقعنا الاتفاقية خلال يومين القادمين يعني بعدين بعد أسبوعين يوصل. إيش قد عدد فايزر؟ فايزر 1,500,000. أيضا مع الصين حقيقة كملنا الاتفاقية ومليونين جرعة أيضا ستصل للعراق بحدود شهر نيسان. عندنا مع الآر فارما وسبوتنيك أيضا الروسية لدينا تفاهمات ووقعنا الاتفاقية الأولية مع هذه الشركات. ولكن كما تعلم اليوم كمية المنتج لا تتلائم مع عدد الناس حجم الطلب العالمي. يعني اليوم أنت من تطلب من أي شركة يقول لك أنا ورا 40 يوم أو 50 يوم. إحنا مرفق كوفاكس موقعين بشهر التاسع وياهم والآن إحنا شهر الثالث. فلذلك اليوم حتى أسترازينيكا اليوم 193 دولة منضوية تحت مرفق كوفاكس. طبعا العراق يعني اتجه نحو تنوع اللقاحات حتى يعطي حرية الاختيار بالنسبة للمواطن. احنا نشكرك معالي الوزير. دوركم كبير ودوركم بهذه المرحله مسؤوليه كبيره. فنشكر كل يعني الخدمات اللي تقدموها من سيادتك الى اصغر موظف في وزاره الصحه. وهذا شيء لازم نذكره انه هذا الجيش الابيض وقف هالوقفه والاصابات والوفيات موجوده ضمن كوادرهم لحمايه المواطن. فبالنهاية ندعو المواطن أنه يرد الجميل بالالتزام بالكمامة والتعقيم. هذه أبسط الأمور. أيضا أنا رسالة من خلال قناتكم الكريمة تحية طبعا لكم ولمشاهديكم الكرام ولأكادركم واللي حتى هو جزء لا يتجزأ من جهود وزارة الصحة. أناشد باسم الإنسانية المواطن الكريم الالتزام بالتعليمات الصحية. الوضع خطير. الإصابات اليوم في دول العالم دا تلاحظون اليوم بعض الدول لقحت 90% من سكانها وسجل يومي 4,000 إلى 5,000 إصابة. وهناك دول لقحت نسبة كبيرة وحصلوا أخذوا التطعيم واللقاح ولكن زيادة بنسبة الإصابات. هاي واحد. اثنين المواطن علي أن يلتزم التزاما كاملا بكل تعليمات تصدر من وزارة الصحة ولا تتبع أي شخص يحاول أن يروج أو يحاول أن يعني يدعو إلى شهرة نفسه من خلال معلومات مضللة. خسرنا أرواح العراقيين بسببها. ويعرفون لازم المواطنين أنه يكون هناك إجراءات قانونية رادعة من قبل الجهات القضائية والأمن الوطني والأجهزة الأمنية بحق هؤلاء اللي ضللوا المواطنين. أيضا عملية التزام المواطن يعني إحنا مقبلين على امتحانات نص السنة مقبلين على امتحانات الطلبة. يجب أن يكون هناك توعية. هناك إصابات بالأطفال إصابات بالشيوخ إصابات بالرضع. فلذلك عملية التزام المواطن التزام الأب الكمام ايضا حقيقه يعني خلي نعتبر انه الشيء الخطا امامنا انه شخص ما مرتدي كمامه. يعني بدانا في بدايه الجائحه في عام 2020
هناك ماكو تزاور، ماكو مجالس عزاء، ماكو صالات أفراح، نلاحظ هاي الأمور اختفت، وبالتالي هناك عوائل كاملة حالتهم خطرة الآن. ثق بالله يمكن راح أعطيك فد معلومة، أنا وفريق العمل للصبح ما ننام، لأنه من كثرة الاتصالات أنه هذا المريض يحتاج إلى أسعاف ونقله إلى يحتاج إلى سرير عناية مركزة، تلقى الأم في مستشفى والأب في مستشفى آخر حسب الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ضمن المناطق والرقعة الجغرافية. فلذلك نتمنى من قناتكم الكريمة وباقي القنوات أن تنشر المعلومة الحقيقية وعدم استضافة أي شخص غير مصرح إلى أن يعطي بعض المعلومات. هذا مرض وبائي، مرض خطير، مرض الوبائي يجب أن يكون بإشراف دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، هي المخولة الوحيدة بإعطاء المعلومات الدقيقة. لدينا تحديث في المعلومات بين يوم وآخر من قبل منظمة الصحة العالمية وفق المعطيات في دول العالم، فلذلك نشر المعلومات المضللة تؤدي إلى خسارة الحياة الكثير من المواطنين. أكيد، والإعلام شريك أساسي وياكم في هذه المرحلة، وننقل وجهة النظر الرسمية اللي هي وزارة الصحة. دائما احنا نسمع للمواطن، نسمع الرأي، لكن بالنهاية يعني وجهة النظر الرسمية والحقيقية هي من وزارة الصحة. شكرا لمعاليك، وشكرا لوجودك ويانا. شكرا 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 دكتور. إذا راح نبقى مستمرين في مختبر الصحة المركزي، خليكم ويانا. دكتور، ضمن المختبر المركزي مختبر فحص المياه، هذا المكان شنو اختصاصه؟ يعني هنا طبعا عندنا واحدة من المختبرات الرئيسية المرجعية الموجودة بوزارة الصحة، وفي مختبرنا طبعا بشكل خاص هو مختبرات فحص المياه. فحص المياه طبعا هنا يجري الآلية مالته، انه تجي عينات من الرقابة يعني خاضعة الى يعني مو بشكل يعني عشوائية نقدر نقول، وكذلك ياخذون العينات يجيبوها فحص هنا، وكذلك اعتقد عندهم ارتباط بكواليتي بالنسبه للمحافظات. نعم. نقدر نشوف الاخ اللي مسؤول هنا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء عرف المشاهد بحضرتك. مهندس رئيس مهندسين، معاون رئيس مهندسين زراعيين ليث. نعم. شاكر علوم الاغذيه. نعم. شعبه فحص المياه طبعا شعبه تابعه الى مختبر الصحه، دائره الصحه العامه، مختبر الصحه العامه المركزي. وهي الشعبه اللي هي تعتبر مرجعية للمحافظات، المختبرات المحافظات يقوم بإجراء الفحوصات على مياه الإسالة، وحيث يتم سحب نماذج المياه من عن طريق معاونين رقابيين من قسم الرقابة الصحية، ويقوم بجلب تلك النماذج وفق آلية لسحب هاي المياه. يعني من مناطق سكنية، خلينا نقول من مناطق سكنية، بس بشرط لازم تكون مياه إسالة مو مياه صحية. نعم. من المناطق السكنية وأيضا من المستشفيات. ويقوم تجلب هاي النماذج وفق معايير خاصة، وتجلب إلى شعبة الصحة الغذائية. نعم. ويقوم بعملية توزيع أو جلب هذه العينات المياه الإسالة إلى شعبة البكتيرولوجي. يتم إجراء عملية الفحوصات المختبرية، ومن ثم تحول إلى الوحدة الكيميائية. يعني كمختبر أنتم متعلقين شغلكم بموضوع مهم جدا، وهو الماء، يعني ماء الشرب بالنسبة للمواطن. اليوم الناس تشكي دائما أنه مي الشرب، مي الإسالة مو بالدرجة الكافية من التعقيم، أو حتى بأتربة بكيلس. فأنتم شلون تشوفون النسب اللي موجودة؟ هل هو صالح 100% للشرب، أم يحتاج لبعض إلى؟ لا، الحالي يعني طبعا يعتمد على حسب المناطق، مناطق بغداد أسوأ مناطق شفت المي، قاطع الرصافة يكون أكثر من الكرخ، باعتبار أن المشاريع تكون قديمة ويحتاج إلى تحديث بشكل مستمر، ولذلك بقاء هاي المشاريع قديمة أيضا أثرت على نوعية مياه الشرب. زين، الناس اللي تستخدم بالبيت هاي الأجهزة، الفلاتر وما إلى ذلك، نعتبرها يعني جيدة نوعا ما، أنه خلاص عبرنا مرحلة أنه المي يكون صالح للشرب أفضل، يعني نعتمد عليها؟ والله على حسب الوضع الحالي، يعني فقدان ثقة الناس بمياه الإسالة أيضا أثرت على مياه الإسالة في اللي يتوزع على المناطق السكنية، ف لجأت إلى مياه الـ RO ليقيها من
الامراض اللي ممكن ان تنتشر عن طريق المياه الازاله. زين، انتم بالنسبه لكم التقارير اللي تطلع من عندكم بعد التحليلات اللي تتم على العينات، يعني لمن ترفعوها وهل يتم اتخاذ اجراءات بها؟ يعني الحقيقه احنا النتيجه اللي نعطيها يتم مخاطبه عن طريق قسم الرقابه الصحيه. ابو قسم الرقابه الصحيه يستلم العينه، العفو، نتيجه الفحص، وتخاطب اذا كان في منطقه معينه اكو يعني ثبت انه النموذج غير صالح للاستهلاك البشري بهاي المنطقه، تخاطب البلديه او الامانه بغداد، ومن ثم المفروض انه يتم معالجه هذه الحاله سواء كانت تكسرات او اي سبب اخر. نعم، احنا نشكرك. ممنونين. طبعا من هذا المختبر، مختبر الصحه المركزي، راح ننهي حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت يعني الحقيقه يعني مع الناس، وكذلك ايضا مع سيد معالي الوزير في هذا المكان، في هذا المختبر. لذلك كانت يعني حلقه عباره عن مجموعه من المعلومات تحدثنا بها ووصلت الى المشاهد. إذن انتظرونا في حلقة قادمة بلا عنوان وعنوان جديد. إلى اللقاء.